الجامعة تحتفل اليوم أيضا بافتتاح الوحدة الفرعية لموقع فالسون، وهو أحد أهم استثمارات جامعة النهضة بالتعاون مع كبار الخبراء في العمل الإعلامي ليكون أول موقع مصري وعربي متخصص في رصد الشائعات والأخبار الكاذبة والغير صحيحة، وذلك من منطلق الدور الوطني الذي تلعبه الجامعة في حماية المجتمع المصري من قطر الشائعات والتي حذر منها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكثر من فاعلية، وبدا خطورة ذلك على المجتمع المصري وكل المجتمعات. كما أن موقع فالسون سيوفر للطلاب المتميزين فرصة للتدريب العملي أثناء دراستهم في الكلية، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الخبراء في العمل الصحفي والإعلامي لتدريب الطلاب على فنون العمل الصحفي والتلفزيوني والإذاعي، إلى جانب توفير كل الإمكانات لكلية الإعلام لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العربي والدولي. واسمحوا لي أن أتوجه بخالص التهاني القلبية لكلية الإعلام ومتمثلة في عميدها الأستاذ الدكتور عادل الطفار وطلابها وعلى رأسهم الأستاذ عادل الطفار مرة أخرى على تصدرهم لجوائز مهرجان الشروق الرابع منذ أيام في مسابقتي الإعلام التسجيلية والصحف بمشاركة أكثر من 30 كلية ومعهد متخصص في الإعلام، وفازت مجلة صوت النهضة بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية المشاركة. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء على دعمه الذي لا يتوقف من أجل تقديم خدمة طلابية تليق باسم مصر الحبيبة وتقديم خريجين قادرين على المساهمة في بناء المجتمع ورفع اسم مصر في المحافل الدولية. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والنجاح ورفعت هذا الرفع.